السلام عليكم، معكم حياء الولي الادريسي، مصمم ازياء وخبير في مجال العريضات. انا اليوم كنت كنشغل منصب ديال رئيس لجنه التحكيم ديال ملكه جمال فاس للثقافه والتراث. اليوم كان معنا واحد العدد من المشاركات لا باس به، من اجل سلامه المشاركات الى اخره حاولنا ان نقللوا عدد المشاركات ما يكونش عندنا واحد الضغط كبير. كما كنعرفوا مع كوفيد 19 كنحاولوا ما امكن ان نخطو جميع الاحتياطات ديالنا ونحاولوا جميع امن نحافظوا على السلامه ديال المشاركات ولا ديال الحضور اللي كان معنا ولا حتى ديال لجنه التحكيم باش يكون كلشي في المستوى ان شاء الله. كنشكروا الفندق على توفير جميع الوسائل الراحه ووسائل السلامه من اجل مرور هذا الكاستينغ ولا هذا المسابقه في اجمل حله ان شاء الله. فاز معنا اليوم الجميله ديالنا هند زوبع كملكه جمال فاس للتراث العربي 2021، للتراث والثقافه 2021. كانوا مشاركات في المستوى تبارك الله، كان واحد العدد لا باس به. كما كنقولوا ما نساوش نشكروا ايضا لجنه التحكيم اللي كانت حاضره معنا بقوه، من بينهم السي عبد النور الوزاني اللي كان كيتواجد معنا واللي تقبل معنا عناء السفر من اجل الحضور معنا حتى لفاس باش يكون معنا. ما نساوش ايضا الجميله ديالنا هدى الادريسي ملكه جمال الفولكلور والتراث. ما نساوش ايضا الاخت والصديقه والجميله ديالنا رئيسه الجمعيه ليلى المرنسي اللي كانت هي كتواجد معنا اليوم. ما نساوش مصممه ديالنا فاطمه الزهراء الحمدوني اناقه بلادي اللي كان الحضور ديالها وازن بزاف. ما نساوش ايضا ضيوف الشرف اللي كانوا كتواجدوا معنا، ملكه جمال الحسنوات ايمان مسكين وايضا امينه اللي كانت حاصله على لقب ميس شارمو، وايضا ملكه جمال القفطان امال تازي. كان الاختيار شويه صعيب لان كانوا تبارك الله معنا مشاركات في المستوى، يعني كان عندنا صعيب باش اننا نختاروا الملكه ديالنا، مي الحمد لله توفقنا في اننا ناخذوها. كنتمنى التوفيق لكل المشاركات اللي غادي يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله في الكاستينغ المقبل اللي غادي يكون عندنا بمدينه برشيد، واللي غادي يكون ايضا هو بمناسبه ملكه جمال الدار البيضاء للثقافه والتراث. كنشكر جميع كما قلنا مسبقا، كنشكر الصحافه الحاضره والمواكبه للحدث اللي هي مجلس اصوات، الاخ علي الصبيح على كل المجهودات اللي كيقوم بها معنا وعلى التنقلات اللي كيقوم بها معنا. هند الزوبع من مدينه فاس، متوجه بلقب ملكه جمال فاس سنه 2021. هذه اول تجربه بالنسبه للمسابقات. كان عندي واحد التخوف ولكن الثقه اللي تيقف في راسي وفي لجنه التحكيم خلاتني انني ما ارتبكش بزاف. هذا الوجه هذا بغيت نمثل به المغرب في دول عربيه ونمثل به مدينه فاس ان شاء الله في العالم العربي، الثقافه ديال العرب كلها ان شاء الله. السلام عليكم، سهيلة أستن، مدينة فاس، 20 سنة، ملكة جمال مراكش لسنة 2020-2021 وميس توب موديل 2020، والآن حصلت على ملكة جمال سندريلا اللي بهذا اللقب كيميز الفتاة بالأخلاق، لأن سندريلا كانت واحد الشابة خلوقة وكتميز بالأخلاق الرفيعة ديالها. لذلك أنا كنتمنى أنني نمشي في الخطة ديالها. السلام عليكم، غيت البرجي، مدينة فاس، سن 21 سنة، تخوازيام اني في لافاك، شعبة علوم سياسية واقتصادية. اليوم أنا فرحانة بزاف حيت خديت الوصيفة الثانية ديال ميس فاس 2020-2021، وكنتمنى يكون هذا اللقب نستاهل هذا اللقب، والهدف ديالي هو يكون عندي جمعية باش نحمي الأطفال ديال الشوارع إن شاء الله، علاش لا، ومازال نزيدوا القدام بهذا اللقب. سلمى الوزاني، 20 سنة، اليوم خديت الوصفة الأولى لملكة جمال القفطان المغربي 2020-2021، وبهذه المناسبة كنشكر جميع لجنة التحكيم اللي كانوا معنا والجمعية، وشكر خاص للماما اللي جات معايا اليوم وساندتني وكان لها فضل كبير باش وصلت الان لهذه اللحظه هذه، وان شاء الله دابا يكونوا مسابقات واحدة اخرى ان شاء الله الى كتاب. كانت تجربه زوينه واستفدت منها بزاف، وكنهنئ الوصفات اللي كانوا معايا وجميع الملكات اللي خداو تتويج. السلام عليكم، معكم امينه الشادلي، عارضة أزياء وموديل مغربية، حصل على لقب ملكة جمال فتينات 2020. واليوم جيت لهنايا كعضوة، ماشي عضوة، بلوتو ضيفة شرف لمسابقة ملكة جمال فاس
للفولكلور والتراث المغربي لسنة 2021. سعيدة جدا أنني من ضمن الناس اللي تعرضوا لهذه المسابقة، وكنتمنى التوفيق لجميع المتسابقات، كنتمنى لهم مسيرة موفقة إن شاء الله. ابتسام الوزاني طيبين، مدينة صفرس، 21 سنة. كنطور ديالي في المسابقة مشاركة، هذه حاليا الثالث مسابقة. أول وشاح كان ديال ملكة جمال صفر 2020، كان إحساس رائع وحاليا أروع. كنت منا نوصل للقمة وباش نوصل لبعض الناس أنني نقدر نكون. كيعجبني في هذا المجال هو أن هذا المجال خصو إرادة، وخصو الإنسان يكون عنده واحد الثقة، وخصو أول حاجة يكون عندك طموح وانت عندك رغبة في هذا المجال باش تقدر تكون فيه. هو مجال مزيون، فيه كل شيء زوين. الصعوبة ديالو هو داك ستريس، داك شوية ديال المتاعب، ما هو مزيون إلا كانت عندك واحد الرغبة فيه راه غيكون كيبان لك زوين. مساء النور، معكم أمال وكيل الإدريسي، 19 سنة، حاصلة على لقب لابخومي فيناليست دو ميس مراكش، لادوزيام فيناليست دو ميس كافتون، واليوم خديت لقب ميس بيوتي. ومازال إن شاء الله بيان سور غادي تشوفوني في ألقاب وحدة أخرى. بهذه المناسبة كنبغي نشكر رئيس جمعية إحياء جمعية الشباب وإحياء التراث المغربي، وبيان سور كما كننساش الناس اللي ساندوني والناس اللي ديما كيشجعوني باش انني نكون ديما في هذا الدومين، والحمد لله ديما متوفقه. ماما الحبيبه كنقول لك ميرسي بوكو، سمحي لي بزاف حيت ديما سنعس بك، واهم حاجه بغيت نقول لها شكرا بزاف حيت هي السند الرسمي ديالي اللي تساندني ديما وفي اي حاجه تلقاها جنبي. وبيان سور حتى بابا ما نساش باش ما يبقاش فيه الحال. الناس كاع كيف قلت قبيله، الناس كاع ملي كيساندوني. وبيان سور ما نساش صاحبتي ميس فاس سهيلة أسن، بيان سور راكم كتعرفوها. يسعدني يشرفوني أن أتقدم لكم. سميتي نزهة فرح، من مدينة فاس، سن 25 سنة. الصراحة كنت كنسمع على هذه المسابقة ديال ملكة الجمال فاس التراث والثقافة، وشجعني ماما وبابا على أنني نتسجل فيها، وتسجلت فيها الصراحة. واخا أنا كنت كان عندي شوية ديال التردد، مي جاب الله التيسير سجلت فيها وداز كل شيء على ما يرام، ومرينا من محطات كي كنقولوا. ولكن انا كنت متوقعه ان الاسئله تكون صعبه، ولكن الحمد لله جاوبت على الاسئله، ماشي كلها ولكن جاوبت، وتوفقت على انني نحصل على ميس شارمو. والصراحه انا فرحانه بزاف 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 بهذا التكريم هذا، وما عمرني زعما حضرت لشي تكريم بحاله لاول مره، وعجبني الصراحه، وباغا نزيد ان شاء الله في الامام. وكنشكر لجنة التحكيم، وكنشكر مسيو حياء اللي عطاني هذه الفرصه هذه، وكنشكر بالطبع عزيز حتى هو كنشكره بزاف. انا سعيده 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 بزاف بهذا الفوز هذا ديال ميس شارمو. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.